تأملات على طاقة الحياة. حيث تعاني البشرية من ضعف في منطقة البطن المرتبطة بشكل الضفيرة الشمسي، وهذا يؤدي لنقص كبير بهرمون السعادة، إضافة لاضطرابات مختلفة وأمراض عديدة. الحل بسيط، يحتاج انضباط يومي، عدا عن نظام الحياة التأمل مفيد جدا. نجلس باستقامة العمود الفقري، عم ننظر لأمامنا بحدود نصف متر، وكأن العينين نصف مفتوحتين بزاوية 30 درجة. ناخذ شهيق زفير، عم ننظر نظرة الشاهد لأحداث الحياة. منرخي الجسم، أكتاف، ذراعين، شهيق من جديد. نحبس النفس، زفير، نشعر من خلال هاي النظرة بأننا نمتلك ونقدر هذا الوجود المادي، لأنه قدر من الله ورسالة خالصة له. نقدر هذا الجسم المادي، منأكد على استرخاء كل الجسم، منغمض العيون، ناخذ شهيق من جديد، نركز على المستوى الثاني من وجودنا، زفير باستراحة بلطف. كل شهيق عم نشحن الخلايا، وبالزفير عم بصير في استرخاء. نتصور وجودنا الثالث، وكأنه الجسم هو شمعة لهب عم يعطي ضوء، هو بمنطقة الرأس بمثابة الفكر. الفكر الآن يتمدد بنور الشمعة، يتوسع، بحس بجدران المكان اللي احنا موجودين فيه. بنفكر بقمة الرأس، بنقطة مضيئة بقمة الرأس، نتوسع باتجاه السقف. فكرنا قابل للتوسع، قابل للتمدد.
ناخذ شهيق من جديد، زفير، نتصور كيف انه نحن كالسمكة بداخل الماء، نفس الشيء نحن ضمن الهواء، هواء داخلنا وخارجنا، عم نشعر بلطف، لطف وجود، عناصر الوجود اللطيف فينا. نحن الآن نمتلك، نسيطر على وجودنا الثلاثي، المادي والذبذبي والإشعاعي، من خلال قوة الفكر. من نقطة مضيئة بقمة الرأس ننزل بالتدريج للأسفل، منحس بمنطقة الجبهة، بعدين قفا الراس، الحنجرة، منطقة الحنجرة منحس باتساع زرقة السماء، منطقة يتصل من خلالها العالمين العلوي والسفلي. ننزل للأسفل، حتى نصل لمنطقة البطن، نركز فكرنا بمنطقة البطن. الآن وعينا عم يخترق أنسجة وجدران وطبقات البطن، عم نتصور أهمية وجود وعينا بهي المنطقة، نحس بطاقة بمجرد الانتباه إلها، تبدأ بالنشاط والعمل من جديد. نشوف الكبد، البنكرياس، نشوف المعدة، الطحال، الأمعاء، المثاني، كل هذه الأعضاء تشكل وحدة متكاملة ليستمر وجودنا المادي بشكل نشيط وقويم. ندخل للعمق أكثر بهذه الطبقات، لمركز البطن، نقطة مضيئة بنص منطقة البطن، منركز انتباهنا بهي النقطة. مجرد وعينا لهي النقطة، عم يصير في سلع عصبية تؤدي للاسترخاء والهدوء،
فيهدأ الفكر أكثر، ويبدأ إنتاج مواد كيميائية خاصة نتيجة هذا الوعي، نتيجة موجة الفكر المنظمة لعمل هي الطاقة. يبدأ إنتاج هرمون السعادة، هي منطقة العصب المبهم، بتخلي الإنسان بهدوء واسترخاء، بتخف عنه كثير أمراض، أهمها الضغط، السكري، ناخذ تنفس من جديد. نتيجة هذا الهدوء بمنطقة البطن الفكر صار في قابلية للتمدد والتوسع أكثر، صار بيقدر يتسع ويتمدد بكل الاتجاهات، صار بيقدر ينسجم مع نظرة الشاهد على أحداث الحياة، ينظر نظرة هادئة واقعية عاقلة للأمور، نتيجة قوة الوعي اللي عم تستخدم الفكر. قوة الوعي فينا مرتبطة بالنفس وتأثير النفس على الفكر، قوي وله تأثير فعال باتجاه بناء وجودنا الروحي، بتخف وطأة الأحداث الخارجية علينا وثقل تناقضات الحياة، بصير عنا روح التخلي، هذا الزهد الداخلي نتيجة الوعي. ليس قلة حيلة خارجية، بل ارتباط بقوة فاعلة داخلية. الإنسان اللي بيرتفع بوعيه الداخلي لهذا المستوى وبتخف تأثيرات ضغوط الحياة عليه، يبدأ بالسير على مسار الحقيقة لمعرفة الذات، ويصبح
بمبدأ الفعل الأكبر بالجهد الأقل، وتنطلق منه موجة سلام تجعل واقعه بسلام. ناخذ شهيق، بنحس بوجودنا المادي اكثر، بنحس بمعنى انه نحن فعلا كائنات روحيه تمر بتجربه جسديه، نشعر بأهمية الارتباط بهذا الوعي السامي وتجسيده في منطقة البطن تحديدا من أجل الشفاء لصيانة وحماية هذه المركبة المادية، فلها أهمية كبيرة في أن نبقى أصحاء لنعطي مثال الحياة لمن ماتت بهم الحياة. ناخذ شيق من جديد، مع ابتسامة على الوجه، زفير، نشعر بسعادة الوعي، سعادة أن نعي أصلنا، حقيقتنا، أن نعي الشفرة الكونية اللي نحن مفطورين عليها. نبتسم إلها أكثر، نشعر بكل خلية من خلايانا عم تبتسم لهذه الشفرة الكونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.